بعزيمة وطن وإخلاص أبنائه وبفطنة عيون لا تنام، تواصل مختلف المصالح الأمنية والعسكرية عملياتها حماية للمواطن وممتلكاته وحفاظاً على أمنه وسلامته. فمنذ مطلع الشهر الحالي قادت مصالح الشرطة والدرك الوطني عمليات نوعية أدت إلى كشف وتفكيك شبكات للإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بالعاصمة ووادي السوف، وإلقاء القبض على متهمين وحجز كميات معتبرة من الأقراص الصلبة والعملات الوطنية والأجنبية. عمليات أخرى أسفرت عن تفكيك شبكات للإتجار بالبشر والهجرة السرية، شملت مدنا ساحلية شرقية ووسطى، ومكنت من حجز أموال وقوارب للنزهة ووسائل أخرى مستخدمة في العمل الإجرامي. ولأنهم موجودون في كل مكان وفي إطار محاربة الجريمة السبرانية وحماية المواطن، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج من كشف عملية نصب واحتيال عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. في إطار محاربة الجريمة السبرانية عبر إقليم الاختصاص، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج من معالجة قضية متعلقة بالنصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي تورط فيها شخصين مشتبه فيهما. العملية تمت بناء على معلومات واردة إلى أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببرج بوعريريج، مفادها وجود صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قام أصحابها بنصب الاحتيال على عدة ضحايا من مختلف ولايات الوطن عن طريق إهامهم بأنها وكالة سياحية تعرض عدة خدمات لتخفيضات مورية وتقوم بسلبهم مبالغ مالية معتبرة مقابل بيعهم تذاكر إلكترونية مزورة. على إثرها وبعد تكثيف التحريات تم التعرف على مسيري الصفحتين مع توقيف المشتبه فيه الأول من جنس أنثى، فيما لا يزال زوجها المشتبه فيه الثاني في حال فرار. هي عمليات نوعية قامت بها مصالح الشرطة والدرك الوطني، أسفرت عن تفكيك عدة شبكات إجرامية ليؤكدوا أنهم دوما على أهبة الاستعداد تحت شعار عيون لا تنام لحماية الوطن والمواطن.